الكاباسيتي تاعو يعني المنفعه تاعو هي تكون 6 شهور. اذا وعلاش نلحقوا الناس كل عام باش ما يقولش اني درت تلقيح العام اللي فات العام ما نحتاج. وفيه ثاني كل عام فيه سلالات جدد من فيروسات هذه اللي لازم التلقيح هذا موجه لهذيك السلالات حتى نتفاداو الخطوره نتاع الالتهاب اللي يقدر يقيس الانسان عموما. ونهضروا بزاف على المضادات الحيويه لانه هذه هي الكارثه اللي احنا نعيشها كاطباء وهذه هي المشكله العويصه للصحه العموميه لانه اثبتت يعني الاحصائيات وكل علماء الفيروسات يعني علماء المناعه انه يعني اخذ المضادات الحيويه راه يخلي يعني حتى الانسانيه يلحق وقت وين حتى هذا يعني المضادات الحيويه ما تنفع حتى ميكروب حتى جرثوم حتى لانه استعملناها بدون يعني معاينه طبيه. اذا الحقيقه اليوم احنا في الجزائر ما راناش بالدرجه نتاع يعني نقولوا الكارثه، لكن لازم الناس